مرحبا بكم مره اخرى في قناه جمولك الجزيل. اليوم جيت نقدم لكم واحد الكيكه بالبيستاش وبالتمر، كتجي هائله. المقادير عندنا فيهم جوج بيضات، شويه د الملحه، معلقه صغيره ديال فاني، نص كاس ديال السكر، وكاس لارب تقريبا ديال الزيت، وعندنا يوغورت مسوس، وهنا نص معلقه ديال الخل كيهششها، وهنا عندنا جوج معالق على قياس ديال الخميره ديال الحلوه، طحين على حساب الخليط، درت واحد 200 غرام وغادي نشوف غندير لك شويه بشويه. هنا عندنا جوج معالق كبار مطحونين ديال البيستاش، وهنا معلقه كبيره ديال البيستاش باش غادي ندير التزيين. هنا عندنا 4 ديال التمرات بهذا الشكل، اللي عندها تمر كبير دير وحده، لان هاد الكيكه غنديرها في هاد المول ماشي كبير بزاف ديال 20 سنتيمتر، كتجي زوينه فيه. وبالنسبه للكريم اللي غنديروا ليها، غنحتاجوا الحليب المركز الحلو، وغادي ناخذوا غير نص ديال العلبه، غنستعملوا غير نص العلبه، وربعة ديال الكريات اللي غنطحنوا مع هاد الحليب المركز. غادي نبداو على بركة الله، بسم الله. غادي نديرو البيض ديالنا، السكر، نطربو غير بالفوي، ولا بغات تستعمل الفوي إلكتري. غنزيدو الفاني، الزيت، غنقربو واحد شويه. هنا غنزيدو الياغورت ديالنا والخل، بعد ما خلطنا هاد المكونات غادي نديرو البيستاش والبودر، نزيدو الخميرة، وغنبداو نحطو الطحين ديالنا بشوية حتى تنحرى. وهنا البنات نسيت نقول لكم، هاد التمر اللي قطعت، دوك 4 تمرات صغار اللي قطعت، درت فيهم شوية ديال الطحين باش ما يبقاوش معجين بعضياتهم، يبقاو ناعي في بلاصه وحده، كتقدري بعدا تفرتيهم فوق العجين. ودابا هانت شوف القوام ديالها، ما كتكونش ثقيله وما كتكونش خفيفه بزاف، ملي ديروها في الفوي كيطيح هكا مزيان. دابا غادي نديرو التمر ديالنا والبيستاش، كيعجبني يعني يبقى فيها شويه د البيستاش. وبعد ما خلطنا هذوك العناصر كاملين، غادي دابا غادي ندوزو غادي نديرو الكيكه ديالنا في المول، العجين ديالنا في المول اللي ديجا درنا له شويه ديال الزبده، دهناه في الزبده كيف كتشوفوا، ودرنا له الطحين، وديك الساعه نرجعوا معكم. ودابا البنات بعد ما طاب لنا الكيك ديالنا ووجدنا لا كريم ديالنا ديال نيسلي، نص علبه ديال نيسلي باربعه ديال الكريات اللي طحنا في الخلاط وحطيناهم، ها هما كيجيو القوام ديالهم كتجي بنينه وزوينه. غادي نحطوها فوق الكيك ديالنا، فوق الكيك هي كتبغي تحط بزاف زعما تعطي منظر، حتى في نخليوها شويه تكون بارده، ماشي تحطوها سخونه حتى تتبرد الكيكه وتيبرد لاصوص. وغادي نبدا نزين بالبيستاش
كيجي المنظر ديالو هائل، وحتى في الوجه كيجي بنين.